السلام عليكم ورحمة الله. طلاب تقنيات عددية وتحليل عددي، اليوم بدي أعيد المحاضرة، جزء من المحاضرة راح يكون إعادة لمحاضرة اليوم ونكمل عليها. الآن الـ Bracketing Methods اللي هي الطرق اللي بيكون فيها أقواس، الآن راح نوضح. Introduction: The equation f x تساوي 0، المعادلة هذه اللي على صورة أشياء في x تساوي 0 has a root، root اسمه c مثلا، if f of c equal 0. إذا كانت صورة c تساوي 0 بنسمي c root. الروت هذا هو نفسه صفر الاقتران. The root of the equation is the zero of the function. Then graphically بالرسم، the graph of y equal f x، إذا كان عندي منحنى y تساوي f ال x meets the x axis at c، c real root، بنسمي c is a real root. يعني رسمات، لو كان عندي هذه رسمة f ال x، لأن f ال x تساوي 0 بتعطينا الحل هذا، هاي النقطة. هاي النقطة تسمى root of the function، نقطة تقاطع المنحنى مع محور x هو root وجذر حقيقي للمعادلة. جذر المعادلة يعني اللي بيحقق المعادلة، هو نفسه صفر الاقتران، the zero of the function. الآن هذا الفانكشن جي اكس، الآن ميت لاقى محور اكس في نقطتين، قطعهم قطع هون، فهذا وهذا يسموا roots of the equation. الآن في هذا الكيرف اتش الاكس، الكيرف ميت ذا اكس اكسس ات ذيس بوينت، ميت بس تاتشز، يمسها. فإذا في عندي one real root، وين قطع محور x هي root. الآن إذا ما قطع محور x معناته ما في root، هون ما في real root. أوكي، إذا باختصار شو يعني root للمعادلة f ال x يساوي 0؟ برسم الاقتران f ال x، وين قطع محور ال x؟ هذه تسمى root للمعادلة f ال x تساوي 0، أو هي 0 للfunction f ال x. صفر الاقتران هو جذر المعادلة. الآن كمان ممكن المعادلة نكتبها، لو كان في عندي معادلة على صورة أشياء في X تساوي أشياء في X، F الـ X يساوي G الـ X، اقترانين متساويين. This equation has root or roots if any، لو وجد، at X coordinate of the point of the point of intersection. إذا f ال x يساوي g ال x، هاي المعادلة بهذا الشكل، يوجد لها جذور متى هندسيا أو بيانيا؟ وين بتقاطع الاقترانين؟ الإحداث في x هو الروت. يعني لو كان عندي function f ال x، function ثاني g ال x، تقاطعوا في نقطة، هذه النقطة الإحداث في x إلها هو روت للمعادلة f ال x يساوي g ال x. الآن مثلا عندي x تساوي e قوة minus x تساوي 0، لو حكيت لك هذه f ال x الاقتران هذا ارسمه، بجوز صعب رسمته، بدك توجد تزايد تناقص إلى آخره، وبعدين maximum minimum. لكن لو نقلت e على الطرف الثاني صارت x تساوي e minus x، صار عندي اقتران معروف رسمته واقتران ثاني معروف رسمته. الآن إذا رسمت كل واحد من الاقترانين وين بتقاطعوا، بيكون حل المعادلة. إذا هذه المعادلة رسمها مباشرة بيكون شوي أصعب من إني أعرف هذا من أساسيات الكالكولس. y تساوي x و y تساوي e minus x، هذا y تساوي x، هذا y تساوي e to the minus x. الآن وين تقاطعوا؟ نقطة التقاطع الإحداث x إلها هي root للمعادلة. يعني طريقة بسيطة جدا، إذا عرفنا من الاقترانات الأساسية، يعني إذا حولنا لمعادلة إلى تساوي اقترانين أساسيين بسهولة بالرسم، ممكن أحدد وين موقع تقريبي للروت. وممكن نعمل هذا الحكي باستخدام الإكسل، يعني ممكن نرسم اقتران على فترة معينة باستخدام برنامج الإكسل، اقتران واحد. يعني مثلا هذا الاقتران ممكن إنك ترسمه مباشرة بكل سهولة بالإكسل، بس لو ما بدنا نستخدم الإكسل في هيك معادلة، ممكن تساوي اقتران بسيط باقتران آخر بسيط، بسهولة بإمكاني أرسمها يدويا وأتوقع وين الروت موقعه. طبعا إحنا هدفنا من هاي المادة نحل معادلات ما بتنحل
بطريقة مباشرة، معادلات أو تكاملات. هذه المادة وظيفتها الأشياء اللي ما بإمكاننا نحلها، analytical solution يعني حل رياضي صحيح دقيق، بنصير نقرب النموذج الرياضي، نعمل modeling. الموديلينج هذا هو يعني بدي أخفف من الشروط اللي في الموجودة في الحل الرياضي الدقيق، بنخفف شوي بصير حل رياضي مقرب. الآن مثلا x ناقص كوساين x بدي تساوي صفر، يا برسم هذا الاقتران وبجوز بسرعة، مش سهل رسمته بسرعة، بس لو نقلت x تساوي كوساين x إذا أمكن كتابته كاقترانين بسيطين، y تساوي x y تساوي كوساين x، برسم كل اقتران هذا الكوساين هذا y تساوي x، وين تقاطعوا بتكون هي حل المعادلة. الآن نيجي بالبراكتينج ميثود لشروط أي معادلة بتحقق أو اقتران يحقق هاي الشروط، شروط ملزانه، بنحكي إنه الروت اللي فيها هو براكتينج، بدنا نستخدم براكتينج ميثود. البراكتينج ميثود يعني لو في عندي روت جوار الروت حوالين الروت شرط الاقتران قبله سالب وبعده موجب أو العكس طبعا، وشرط ثاني إنه يكون متصل الاقتران، فبنسميها براكتينج ميثود، براكتينج ميثود. لأن if f x is continuous يعني لو كان في عندي اقتران continuous، هذا شرط أول إنه الفانكشن f يكون continuous من شروط ملزانه، أول شرط إنه يكون continuous. f ال a ضرب f ال b أقل من صفر، هذا الشرط الثاني، يعني we have two conditions for بولزانو ثيرم، اقتران متصل على فترة مغلقة شرط، لأنه إذا مفتوحة لا تتحقق النظرية، مش بالضرورة نتيجة النظرية تتحقق، فقط تتحقق أو تتحقق إجباري إذا كان الاقتران متصل على فترة مغلقة وصور الأطراف حاصل ضربها أقل من صفر. حاصل ضربها أقل من صفر يعني أحد الصورتين موجبة والأخرى سالبة. لاحظوا بحكي عن صورة A وصورة B مش A و B، صورة الـ A ضرب صورة الـ B أقل من صفر، يعني صورة الـ A وصورة الـ B لهما إشارتين مختلفتين. الآن then إذا تحقق الشرطين then there exists، هاي الإشارة معناتها يوجد، there exists C in the open interval، في عدد ما بين A و B such that F of C equals 0. إذن بإمكانك توجد عدد معين بين A و B بحيث إنه F C تساوي 0. i.e. اللي هو that is C is a root of F ال X يساوي 0، بمعنى إنه C هو root للمعادلة F ال X يساوي 0، صفر الاقتران هو root للمعادلة. الآن توضيح، لو كان في عندي اقتران F ال X، الآن عندي صورة ال A هون موجبة وصورة ال B سالبة، ووصلنا بين النقطتين بخط متصل، النظرية تبدو بديهية، يعني إذا وصلنا بخط متصل هذا الخط المتصل لازم يقطع محور X بين الـ A والـ B، طبعا ده أرسمه، لازم يقطع محور X في نقطة ما، النقطة هاي هي الروت. فنظرية بولزانو شو بتحكي؟ إذا صور الأطراف مختلفة بالإشارة، واحد يقع فوق محور X واحد تحت محور X، ورسمنا بينهم خط متصل، هذا الخط المتصل يجب أنه يقطع محور الإكس على الأقل مرة واحدة. فهون هذا satisfies، هذا الفونكشن F satisfies يحقق the conditions of بولزانو theorem. إذن هذا يحقق، بدي أختصر، هذا يحقق صح، يعني يحقق شروط بولزانو، خطأ لا يحقق. الآن هون هل يحقق شروط F ال X؟ هذه F ال A موجبة صورتها سالبة، هي موجبة بس صورتها سالبة، ال B موجبة وصورتها موجبة، ووصلنا بينهم بخط متصل، لازم هذا المتصل على الأقل يقطع محور ال X مرة واحدة، هون قطعه كم مرة؟ ثلاث مرات. فإذا at least there exists one root، يعني أي اقتران يحقق الشرطين إنه متصل على الفترة المغلقة، شرط
فترة مغلقة، فترة مفتوحة مش بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون في روت. الآن هذا الاقتران المتصل على الفترة المغلقة AB وصور الأطراف مختلفة في الإشارة، لابد أنه يقطع محور الإكس على الأقل مرة واحدة، فهذا الفنكشن satisfies the conditions of Bolzano theorem. هذا الفنكشن طبعا وفي نتيجة، أي شيء بحقق الشروط النتيجة يوجد روت. إذا ما حقق الشروط، انتبهوا معي، إذا ما حقق الشروط مش بالضرورة يكون في روت، قد يوجد روت، لاحظوا، بس مش بالضرورة، بس لو تحقق الشرطين إجباري إنه يكون في روت. تحقق شرط واحد قد يوجد روت وقد لا يوجد روت، هذا لا يتنافى مع النظرية. إذا النظرية إذا تحقق شرطينها معناته في روت، لم يتحقق أحدهما على الأقل مش شرط النتيجة تحصل، قد تحصل، قد يوجد روت. لأن مثلا هون هذا لا يحقق شروط رول، سوري، شروط بولزانو، لأنه مش متصل عند هاي النقطة، وبالتالي هو غير متصل على الفترة المغلقة، إذا مش بالضرورة يكون في روت. يعني إذا وجد روت كان به، ما وجد روت عادي ما حقق الشروط. لأن هذا الفانكشن اللي هون f ال x كمان لا يحقق شروط رول على AB، بالرغم من ذلك في روت، يعني النتيجة في روت بس الشروط مش متحققة. هل هذا يتنافى مع النظرية؟ الجواب لا، لا يتنافى، الشرطين تحققوا في روت، ما تحقق الشرطين قد يحصل أي شيء. لأن بدي أفسر، يعني لو كانت فترة مش مغلقة، فترة مفتوحة، يعني لو كان في عندي اقتران معرف من A ل B، هاي صورة الـ A كانت هون، صورة الـ A نفسها هون، وبعدين الاقتران كله جاي تحت، فإذا هون صور الأطراف مختلف الإشارة، الاقتران ليس متصل على الفترة المغلقة، ما في روت، هو متصل على الفترة المفتوحة أو نصف المغلقة، مفتوحة عند الـ A ومغلقة عند الـ B، هو متصل، بس لم يحقق إنه متصل على الفترة المغلقة، إذا ما في، وهون ما في روت. هل هذا يتنافى مع نظرية بولزانو؟ الجواب لا، بولزانو ما حكى إنه الشروط لازم تكون على فترة مفتوحة أو نصف مغلقة، لازم تكون الفترة مغلقة. هو متصل هون على الفترة نصف المغلقة AB، مفتوحة عند A مغلقة عند B، وصور الأطراف مختلفة بالإشارة، بالرغم من ذلك لا يوجد روت. هل هذا ينافي النظرية؟ الجواب لا، لا ينافي النظرية، النظرية إذا تحقق الشرطين في روت، ما تحقق الشرطين قد يحدث أي شيء، بس الشرطين في شرط لازم يكون الاتصال على الفترة المغلقة، لا يجوز على فترة مفتوحة أو نصف مغلق. الآن سؤال، المثال show that، بين إنه المعادلة x تكعيب زائد x تربيع ناقص 3 تساوي 0، هاي معادلة معينة بدنا نبين أو نثبت إنه has a root in the interval the open interval 1 2، بدنا نبين إنه في root بالفترة المفتوحة 1 2. فالآن عشان نثبت إنه في root في هاي الفترة المفتوحة، منعرف الاقتران اللي الطرف الثاني من الصفر، يعني انسى الصفر، الجهة الثانية f x يساويها. الآن في الفترة المغلقة A، ما خدتش الفترة المفتوحة لاحظ، لأن الشروط نظرية بولزانو يجب أن تطبق على فترة مغلقة مش فترة مفتوحة، خطأ فترة مفتوحة، لأن x تنتمي إلى الفترة 1 2 المغلقة. الآن هل يحقق شرطي نظرية بولزانو؟ f is continuous لأنه polynomial on any closed interval any interval any subset any interval in R بكون متصل، يعني لو أخذنا أي فترة من الأعداد الحقيقية متصل، سواء مغلقة مفتوحة أي شيء، إحنا بهمنا عشان نحقق الشروط تكون الفترة مغلقة، فهذا الاقتران هو متصل على الفترة المغلقة 1 2 لأنه polynomial since f is a polynomial. الآن لو جينا أخذنا صور الأطراف f of 1 بتساوي minus 1 f of 2 بتساوي 9، الآن صورة الناقص 1 وصورة الواحد ناقص 1 وصورة 2 9. مرة ثانية أعطيكم كيف، أذكركم كيف نعمل روت للي ما حضر المحاضرة الماضية أو ما انتبهوا، يعني كيف بدي أعرف أعوض باقتران صورة أي عدد في اقتران معين، تدخل الاقتران قاعدة الاقتران اللي هي الجهة
بدون اف الاكس، اكس تكعيب زائد اكس تربيع ناقص 3. انتبه كيف العملية، بنحط الفا اكس، الفا وفي اكس هون باللون الاحمر عند القوس، هذه هون في اكس، الفا يعني من الفابتك حروف هجائية، الفا اكس بدنا نحط تكعيب، الفا اكس تكعيب عادي يعني التكعيب تحطه زي اي شيء بالارقام، بس نمحي شوي، الفا اكس نحط تكعيب، هاي اكس تكعيب، ليش نعمل نظام الماث، عفوا لو بدنا نرجع البرمجة نحط شيفت 9 يعني إذا عندك الآلة، سوري شيفت 9 واختار السيت اب 1 يس لنمسح كل المعلومات السابقة لأنه ما كانت على نظام يساوي. الآن لو حطينا الكسر بيطلع مثلا ألفا، سوري ألفابتك إكس، نحط للأس 3 وهي صارت إكس تكعيب، بلس بدل ما كانت نزل الكيرسر بلس نحط إكس تربيع، ألفابتك إكس تربيع ناقص 3. السؤال الآن كيف بدي أحسب صورة أي عدد؟ بس بضغط كالكوليت بعطيني الإكس عليها علامة استفهام يعني كم بدك الإكس، مثلا بدي صورة الواحد فبحط بدال الإكس بعطيه 1 يعني بضغط على الواحد وبحط يساوي تطلع صورة الواحد في هذا الاقتران. يعني بدي صورة الاثنين بضغط كالكوليت بعطيني على الإكس عليها علامة استفهام بحط 2 يساوي بعطيني صورة 2 فهي 9. فهي بالطريقة بنوجد، بهذه الطريقة بنوجد صور أي اقتران دخله بإمكانك توجد صورة أي عدد بالطريقة هذه بطريقة سهلة جدا. الآن F1 ضرب F2 لو ضربنا الصور في بعض نتيجة سالبة، يعني صورة 2 سالبة صورة الواحد سالبة صورة 2 موجبة، إذا الأطراف أطراف الفترة صورها مختلفة بالإشارة والاقتران متصل. إذا حسب شروط بولزانو باي بولزانو ثيرم يوجد C موجودة بالفترة المفتوحة 1 2 بحيث أنه اف السي تساوي 0. يعني شو اف السي؟ اللي هي سي تكعيب زائدا سي تربيع ناقص 3 تساوي 0، وسي طبعا موجودة بالفترة المفتوحة 1 2. النتيجة بالفترة المفتوحة، الشروط تتحقق على الفترة المغلقة. اي اي ذات از اللي هو there exist a root c، يوجد جذر اسمه c موجود بالفترة 1 2 for the equation للمعادلة x تكعيب زائد x تربيع ناقص 3 يساوي 0. شو يعني روت لمعادلة؟ عدد يحققها، ففي عدد اسمه c يحقق هاي المعادلة. كم هذا الروت؟ هذا موضوعنا في طرق التقريب، كيف نوجد الروت؟ في عنا عدة طرق لتقريب الروت، كثير من المعادلات ما بتنحل analytic solution تلجأ للتقريب، حتى الآلات الحاسبة والبرمجيات زي الماتلاب أو غيره كلها برمجت بناء على هذه الطرق أو أحدها. الآن نيجي لأول طريقة في تقريب الروت اللي هي اسمها bisection method، طريقة التنصيف bisection method. هذه الطريقة الهدف منها إن نوجد تقريب للروت، طبعا نعمل تقريبات مختلفة للروت. لان اف اف الاكس ساتيسفايز بولزانو كونديشنز، اذا كان اقتران محقق لشروط بولزانو متصل على الفترة المغلقة وصور الاطراف مختلفة في الاشارة، اي اي اف از كونتينوس اون اي بي، اف اي ضرب اف بي اقل من صفر، then اف هاز اي روت بتوين اي اند بي، الان في جذر بين اي وبي، خلينا نسمي اكس ال عشان ناخذ طريقة كيف نوجد الروت. اكس ال يعني اللور ليميت والاكس يو الابر، ابر ليميت اكس يو تساوي بي، واكس ال نصطلح الاي، الاكس ال الطرف السفلي والاكس يو الطرف العلوي الابر ليميت.
الآن إحنا أثبتنا إنه في روت جاي بين الـ A والـ B، بس كم هو الروت ما بنعرف. يعني زي ما أحكي لك طالب علامته بين 60 مثلا و100، اتوقع شو علامته؟ أحسن توقع إنه ناخذ النص، نجمع المية والستين على 2، مجموعهم 160 تقسيم 2 80. فأول توقع نتوقع إنه معدله أو علامته 80. طيب لو أحكي لك إنه علامته ليست تحت 80، معناته فوق 80 والمية، فبجمع 80 زائد 100 بيطلع كم؟ 180 على 2 90. فأحسن توقع الوسط، مجموع العددين على 2، لأن لما أحكي لك علامته ليست أكثر من 90، إذا صار محصور بين 80 و90. بين 80 و90 اتوقع شو علامته؟ بتصير 85. يعني طريقة إني كل شوي بحاول أصغر الفترة الموجود فيها الروت وأقر أوصل للروت الحقيقي بالتدريج. فهي فكرة البايسكشن ميثود. فالآن إحنا XL تساوي A، XU تساوي B. صورة الـ A لو افترضنا فرضية هذه مثلا كانت أصغر من صفر، ممكن أكبر، وصورة الـ B أكبر من صفر أو العكس. يعني المهم واحد موجب واحد سالب، صورة الـ A سالبة مثلا نفترضت، وصورة الـ B موجبة، ما بيأثر لو العكس. إذا في عدد ما حسب نظرية بلزانو، نظرية بلزانو بتأكد وجود العدد، بعدين ببدأ أقربه. يعني أول شيء بدنا نتأكد إنه في عدد، بعدين بنبلش إيش نقرب في هذا الروت بالتدريج. فهي في البراكتينج ميثود هذه الفكرة، نثبت إنه في روت، بعد ما نثبت في إنه في روت بالتدريج بنصير نقرب لهذا الروت. لأن XL تساوي A، XU تساوي B، ال XR ناخدها منتصف المسافة، ف XR هي نقطة المنتصف، نجمع XL زائد XU على 2. فإذا منقرب الروت بالنقطة المنتصف زي اللي حكينا بالعلامات اللي قبل شوي. الآن هذا ال XR إما صورته صفر، إذا صورته صفر هذا اللي بنبحث عنه، يعني إحنا مندور على عدد صورته صفر، إذا صفر تم المطلوب، بالغالب ما راح يكون. فالروت هذا صورته إما موجبة أو سالبة، إذا موجبة معناته الروت مش مضمون إنه يكون بين موجبين، ممكن أكيد بين سالب وموجب في روت، فزغرنا الفترة. أو العكس، إذا كانت صورة هذا سالبة الروت بطل في هاي المنطقة، بين سالب وموجب الصفر يقع، فبصير بنصف الفترة. إذا نأخذ XR اللي هي نقطة المنتصف، بعدها نوجد صورتها، صورة الـ XR مثلا طلعت سالبة. بالسكند إيتريشن كيف بنعمل؟ الـ XR كانت صورتها سالبة، معناته الروت مش واقع هون، انسى هاي الفترة، معناته الروت بالفترة هذه. الإكس كان اسمها XR بسميها XL، اللي كان إلها صورتها نفس إشارة صورة الـ XL، نخدها XR محلها نحط XL، لأن صار الروت واقع بهاي الفترة. لأن بدي أوجد تقريب ثاني للروت، التقريب الثاني اللي يكون واقع بهذا ضمن هاي المنطقة. الآن التقريب لنجمع العددين هدول اللي هو XL مع XU بيضلت نفسها على 2، بعطيني منتصف الفترة. يعني الصورة هذه صورة الـ XR قد تكون موجبة وسالبة صفر، إذا صفر تم المطلوب بالغالب أو عادة ما راح تكون. إذا صارت موجبة معناته الروت مش بهاي الموقع بالفترة هذه، إذا كانت الصورة سالبة فمش مضمون يكون هون الروت، مضمون بهذه الفترة. الآن بالتدريج بنستمر حتى نوصل، مثلا لو أخذنا كمان iteration، فرضا هون كان الـ XR صورتها موجبة، الـ XR كانت صورتها موجبة، بسميها XL في المرحلة الجديدة، هذه كانت سالبة والـ XR كانت موجبة، فإذا الروت صار بهاي مش هون ولا هون، فصارت بربع الفترة، ضيقنا الفترة، أول إشي أخذنا نص الفترة، بعدين ربع الفترة، لأن هاي صارت ثمن الفترة، بالتدريج نصغر، يعني هذا وهذا ثمن ثمن. فإذا XR شو بتساوي؟ مجموعهم على 2. إذا هذه فكرة البايسكشن ميثود، نستمر لما نوصل لأي iteration بدنا إياها. فيه تحديد، ممكن في السؤال يحكي لك عمل لي 2 iterations، ممكن يحكي لي إنه بدي عدد significant figures ما يتجاوز على، بدي يكون at most مثلا 5. نستخدم ستاربورو كريتيريون،
أو ممكن يحكي لي مثلاً زي هون، ممكن يحكي لي إنه الترو إيرور ما يتعدى توليرانس معين، يعني قبل ما أبدأ بدي الخطأ الحقيقي، الخطأ الفعلي الترو إيرور إي تي لا يتجاوز قيمة معينة بحددها السؤال. مثلاً بدناش الخطأ يتجاوز 1 بالألف أو إبسلون بشكل عام. فإذا بدنا الخطأ لا يتجاوز 1 بالألف، لاحظوا معي كيف نوصل لعدد الإيتريشن نحددها قبل ما نبدأ. لأن إذا افترضنا إنه الروت هو XR، فالروت الحقيقي يا بيكون في هذا الموقع أو هذا أو نفس XR. فلو أخذت XR ناقص الروت الحقيقي، XR تقريب ناقص الترو فاليو أو العكس لأنه حطيت مطلق، بده يكون أقل من طول الفترة، يعني المسافة من هون لهون أو من الروت الحقيقي إذا كان هون إلى XR لا يزيد عن نص طول الفترة. طول الفترة هو B ناقص A على 2. فالفرق بين التقريب بالإتريشن الأولى ناقص الترو روت أو العكس أقل من نص طول الفترة اللي هو B ناقص A على 2. في المرحلة الثانية في الإتريشن الثانية هذه XR، فالروت إما يكون هون نفس الـ XR أو يكون في هذا الموقع أو في هذا. الفرق بين الـ XR والروت الحقيقي سواء هون أو هون أو نفس XR، الفرق بين XR والترو روت أو الترو روت ناقص XR في المطلق أقل من ربع الفترة، يعني 2 تربيع. كل مرة بنصف الفترة، اسمها bisection method، يعني طريقة التنصيف، كل مرة بزغر الفترة من النص. الآن في الثيرد إيتريشن لو اعتبرنا هذا الـ XR معناته الروت الحقيقي يا بيكون في هذا الموقع أو في هذا الموقع. فالـ XR ناقص الروت الحقيقي سواء هون أو هون أو XR نفسه لا يتعدى هذا الطول. هذا الطول كم؟ راح يكون هذا ثمن المنطقة، لأنه إحنا هاي 2 قسمناها، بعدين هذا قسمناه 2 صار أرباع، والربع قسمناه لقسمين صار ثمن. فإذا الـ True Root ناقص الـ XR أقل من B ناقص A على 2 تكعيب. لما نوصل للـ Nth Iteration الـ True Root minus الـ XR أقل من B ناقص A على 2 قوة N. فلو افترضنا أن التوليرانس كان عندي بدي الخطأ لا يتعدى الـ True Error لا يتعدى قيمة محددة اسمها Epsilon اسمها Tolerance. فإذا ضمننا أنه هذا المقدار أقل من التوليرانس بي ناقص A على 2 قوة N أقل أو أقل أو يساوي، لو حطيتها أقل لأنه مش راح يكون هذا عدد صحيح بالغالب، لأنه إحنا بنقرب أشياء بالغالب يعني معقدة حسابيا، ما راح يكون رقم بسيط إلا نظريا يعني لو بنطبقها هيك بشكل مبسط، فهذا الرقم بالغالب ما راح يكون صحيح لما يطلع الابسلون. الآن B ناقص A على 2 قوة N بدنا إياها أقل أو تساوي ابسلون. فإذا كانت ابسلون أكبر من هذا المقدار فهي أوتوماتيكلي أكبر من الخطأ المطلق الترو إيرور. فيعني إذا كان هذا حاصل أقل أو يساوي ما في مشكلة، الترو روت ماينس XR بيكون أقل أو يساوي ابسلون أو أقل من ابسلون. فالآن شو الطول الفعلي بده يكون في هاي الحالة زي ما حكينا اللي هي B ناقص A على 2 قوة N أقل أو تساوي إبسلون. خذ لين للطرفين أو لوج أي شيء لوغاريتم من أي أساس، لين B ناقص A على 2 قوة N أصغر أو تساوي لين إبسلون. الآن لين البسط ناقص لين المقام الـ N بإمكاني أطلعها لبرا أصغر أو تساوي لن الإبسلون. الآن خلي لن اللي فيها N بجهة، انقل هاي على الطرف اليمين ولن الإبسلون على الطرف اليسار، صار N لن 2 اللي هي موجودة هون أكبر أو تساوي لن B ناقص A ناقص لن إبسلون. الآن طلع قيمة N، يعني الـ N ده تكون أكبر أو تساوي هذا المقدار لن B ناقص A ناقص لن إبسلون على لن 2. فلو أعطاني توليرانس معين خطأ يعني يمكن تحمله للترو إيرور، وطلب كم إتريشن على الأقل لازم أعمل حتى أوصل لتحقيق هذا الغرض، بنختار N بحيث إنها تكون يا أكبر يا تساوي هذا المقدار، هذا اسمه لن التوليرانس. الإبسلون هو التوليرانس.
الآن خلينا نطبق مسألة على سؤال حلنا بالسابق. اللي حكينا أثبتنا إنه في بروت بالسابق. الآن شباب use bisection method to approximate the root of x cubed plus x squared minus 3 equals 0 حيث x موجودة بالفترة 1-2. طبعا لو ما أعطيتك فترة بتضلك تعوض لما تطلع صورة موجبة وصورة سالبة، عوض أعداد صحيحة متتالية، يعني نأخذ بين عددين صحيحين لما صورة العدد الأول الحد الأول والحد الثاني يكونوا مختلفة في الإشارة بختار هذه الفترة. الآن اعمل هذا التقريب بعمل 3 مرات iterations، تقريب نتدرج فيه 3 مرات، يعني كل مرة نأخذ دقة أعلى من السابقة. الآن solution، لو كان في عندي f x بعتبر f x هي x تكعيب زائد x تربيع ناقص 3، f continuous قبل شوي أثبتناها on 1-2، f الواحد سالب 1، f 2 تساوي 9، f 1 ضرب f 2 أقل من 0، إذن في root 4 f x في الانترفل 1-2، فهيك أثبتت وجود الروت. لأن بما أنه موجود نبدأ الآن نوجد تقريباته المختلفة. الفيرست إيتريشن xl تساوي 1، xu تساوي 2، f ال xl سالب 1، f ال xu 9، حاصل ضرب f ال xl في f ال xu أقل من 0. ما في داعي أبحث في الاتصال الآن لأنه متصل بالأول على الفترة الأساسية، فأي فترة جزئية منها يكون متصل عليها، أي فترة جزئية مغلقة بتحقق شروط بلزانه، فما في داعي إلا نبحث الآن بشرط واحد اللي هو صور الأطراف مختلفة في الإشارة. XR التقريب الأول XR تساوي 1 + 2 تقسيم 2 يعني 1.5، هذا أول تقريب. عشان أنتقل للتقريب الثاني F XR بدي أطلع صورتها نفس ما حكينا، أنا مدخلناها هاي المعادلة قبل شوي، نعيدها مرة ثانية. نعمل الفابت x كيوب بلس الفابت x سكوير، نزلها أول، الفابت x سكوير ماينس 3، لاحظوا نسيت نحط زائد زائد. إذا دخلنا المعادلة عشان نعوض الصور بالتدريج. الآن هلا كالكوليت بدي صورة 1.5، بحط 1.5 أوكي بساوي، بس بكل بساطة بتطلع الصورة اللي هي 2.625. فإذا الصورة هون لإكس آر موجبة. الآن برجع لإكس إل وإكس يو، مين اللي صورتها موجبة؟ صورة الإكس يو. إذا الإكس يو الجديدة راح تكون إكس آر اللي عندي الآن، إكس آر قيمتها 1.5، فإذا الروت انحصر بين 1 و1.5. يعني بالسكند إتريشن زي ما حكينا إكس الآر 1.5 صورتها موجبة، مين اللي كانت صورته موجبة بدنا نلغيه، نحط مكان الإكس يو إكس آر اللي كانت 1.5، وهي صورة الإكس يو الجديدة. فالإكس إل تبقى كما هي و f ال xl سالب 1، يعني بتتبدل xlr xlu القديمة ب xr، يعني xr بتيجي محل xu، يعني xu الجديدة في second iteration هي اللي كانت xr في الخطوة السابقة 1.5 صورتها موجبة، عشان نضمن انه هدول دائما مختلفة بالإشارة صورهم، هدول العددين حاصل ضربهم أقل من 0، إذا الروت موجود صار بين 1 و1.5، بطل بين 1 و2، صغرنا الفترة، يعني هيك صرنا أقرب للروت. الآن XR بدها تساوي 1 + 1.5 على 2، 2.5 على 2 بتطلع عندي 1.25%. 1.25%. الآن عشان أنتقل للإتريشن الثالثة هو طلب منا 3 إتريشنز، بأخذ صورة 1.25 مرة ثانية، نرجع كالكوليت 1.25 يساوي
الآن لو نحولها ديسيمال هذه صورتها. طبعا أنا بالصور هون في الطريقة هاي ما بتهمني إلا الإشارة، مش راح تدخل في حساب الروت. فلو حكينا 0.52 تقريبا، المهم بهمني الإشارة، الإشارة موجبة أكبر من صفر. فلو بدي أعمل إتريشن جديدة، هذه الـ XR بدها تروح محل مين؟ مين اللي صورته موجبة زيها؟ هي الـ XU. فكمان في الإتريشن الثالثة الـ XU القديمة راح تتغير ونحط مكانها الـ XR. فهذه الـ XR بصير في الإتريشن بعدها اسمها XU. فالثيرد إتريشن يعني كأني بنقي الروت من الشوائب، الإتريشن الثالثة. الآن الـ XL تبقى واحد، و F الـ XL تساوي سالب واحد عشان نضمن الصور دائما مختلفة في الإشارة. فالـ XR اللي كانت واحد وربع صورتها كانت موجبة، فالـ XR بدها تحل محل الـ XU، فالـ XU اللي هي 1.25 وصورتها تقريبا F الـ XU. زي ما حكينا هون بهمناش القيمة بقدر ما بهمنا الإشارة في هاي الطريقة، يعني القيمة للصورة مش راح تدخل في الحسبان. لأن XR في الإتريشن الثالثة راح تكون 1 + 1.25 على 2. الآن هدول بصيروا 225%، يعني 250 بالألف، إذا بتساوي 1.125. فهذه XR اللي هي جمع الـ XU، جمع الـ XL والـ XU على 2. بس أتأكد مرة ثانية، ها 1 + 1.25 تحت 2 يساوي اللي هي كم؟ 1.125. فهذه هي قيمة الـ XR. إذا الروت للمعادلة تقريبا كم يساوي؟ هذا العدد. هذا العدد لو عوضته في المعادلة الأصلية اللي هي هاي المعادلة راح يطلع الجواب تقريبا زيرو، مش راح يحققها تماما، تقريب. كل ما بزيد عدد الإتريشن بنوصل لدقة أعلى. يعني احنا عملنا 3 إتريشن وصلنا لدقة مقبولة. يعني بدك دقة أكثر ممكن تعمل 10 إتريشن، ممكن تعمل برمجة بالكمبيوتر، تعمل برنامج يحسب لك مثلا 100 خانة، فبتصير القيمة دقيقة جدا وقريبة من الروت. فهي فكرة التقريب من خلال bisection method. Let's see another example. الآن المثال الثاني، by using bisection method approximate the root of x equal e to the power minus x. الآن و x تنتمي للفترة 0 1. Then give your answer to be correct to at least to 3 significant figures. يعني بدنا جوابنا لا يزيد، يكون لا يتعدى الخطأ فيه، يكون صحيح على الأقل لثلاث منازل أو ثلاث أرقام معنوية، على الأقل يكون صحيح لثلاث أرقام معنوية، يعني 3 أو أكثر. الآن عشان نوصل لوين بدنا نتوقف، بنوجد إبسلون إس ونستخدم سكاربورو كرايتيريون اللي هي نص اللي أخذناها مرة سابقة في 10^(n)%، فبتساوي 5%. الآن IE بمعنى إنه stop when epsilon A بتتذكروا لازم تكون أقل من epsilon S اللي هي 5%. فإذا كل مرة بحسب epsilon A إذا بإمكاني، لما أوصل لقيمة epsilon A بالمئة أقل من 5% يكون هذا هو الروت. الآن لو أخذنا F الإكس نبدأ نحل، لأن F الإكس يساوي الإكس ماينس، يعني بنقل واحدة على الطرف الثاني، إكس ناقص إي قوة ماينس إكس، أو إي قوة ماينس إكس ناقص إكس، يعني بخلي الجهة تكون صفر. يعني شباب F الـ X صارت تساوي X ناقص E و minus X. And F is continuous on 0, 1 طبعا. ونحن راح نشوف من خلال الـ first iteration إنه بحقق شروط
نظرية بولزانو، لأن f الـ x يساوي x minus e قوة minus x متصل على هاي الفترة continuous، f الزيرو بتساوي minus 1، f الواحد تقريبا بتساوي 0.639. هكينا بس بنعوض calculate وبتعوض الرقم اللي هو 1، راح يطلع الجواب هذا. فإذا 0.63 f الزيرو ضرب f الواحد أقل من صفر. إذا تحقق الشرطين معناته في عندك c تنتمي للفترة 0-1 بحيث إنه f c تساوي 0. أبين كيف نحسب صورة الزيرو وصورة الواحد وأي عدد بهذا الاقتران بالآلة الحاسبة. أول إشي بندخل الـ x ناقص e قوة minus x، نعمل ألفا x minus، بدنا نحط الـ e، بنحط shift ln طبعا minus ألفا x. الآن هيك أدخلنا x minus ألفا x، بس بعمل calculate 0 يساوي، بيطلع معنا الجواب صورة الزيرو ماينس 1 بالآلة الحاسبة. مرة ثانية كالكوليت وبعوض الواحد وبحط يساوي، بيطلع الجواب هذا، وإحنا حطينا تقريبا يساوي 63%. طبعا الهدف الإشارة بس بيهمني، يعني بهذا الدرس بيهمني إشارة الصورة ما بيهمني القيمة، فلذلك حطيت خانتين فقط تقريبا f الواحد تساوي 0.63. الآن أثبتنا إنه في زيرو، الآن نحسب أول تقريب xl حكينا تساوي زيرو، و f ال xl اللي هي f الزيرو تساوي minus 1، و xu تساوي 1، f of xu تساوي point تقريبا 0.63. إذا في روت، هدول نحافظ إنه دائما مختلفات في الإشارة، f ال xl في f ال xu أقل من صفر، معناته xr تساوي مجموعهم 0 زائد 1 على 2، كم يساوي؟ نص. الآن عشان أنتقل للإتريشن اللي بعدها، بحسب f ال xr، f ال xr بدي أعوض النص، نفس الشيء بنرجع للمعادلة تبعتنا، بضغط كالكوليت بسألني كم قيمة الـ x، أنا بدي أعوض النص بحط 0.5 أو 0.5 نفس الشيء يساوي. فهذا الجواب الثاني، لاحظوا الإشارة، أنا بركز على الإشارة، إشارة سالبة، إذا سالب 0.10 أو 0.11 ممكن أحط، يعني أنا بهمني الإشارة 0.5 أو 0.11 عادي، لأن تقريبا هذا يساوي. إذا الـ XR في الـ iteration ستحل محل إما الـ XL أو الـ XU، مين اللي صورتها إلها نفس الإشارة زيها؟ هذه صورتها سالبة الـ XR، صورة الـ XL سالبة، إذا XR ستجلس مكان XL في الخطوة السابقة ومنستمر. بعدين بدي عملت أنا جدول عشان أشوفه تدققوا فيه، إن شاء الله يكون كله ما فيه أخطاء. الآن شوف هذه الإتريشن، وهذه يعني first iteration، second iteration، third iteration إلى آخره. XL XU F XL F XU XR F XR epsilon A. الآن XL كانت 0 في الإتريشن الأولى، XU 1، حسبنا f ال xl minus 1، f ال xu تقريبا 0.6. الآن إذا ال xr، هاي قانونها xr، مجموع xl زائد xu على 2، فنجمع 0 زائد 1 على 2، فالتقريب الأول لجذر هذه المعادلة هو نص. تعويض صورته بعطينا هذا الرقم اللي احنا حكينا عنه قبل شوي، لمنزلتين عشريتين دورناه طلع minus 1.11. المهم سالب الابسلون A في الإتريشن الأولى ما بإمكاني أحسبها، فنيجي للخطوة اللي بعدها. بما إنه F ال XR سالبة، مين اللي كانت صورته سالبة؟ XL، فمعناته باخد XR بحطها بالخطوة اللي بعدها XL، لأنه إلها نفس الإشارة الصور، والXU تبقى،
لأن صورة النص اللي هي كانت هذا كانت صورة الإكس آر في الخطوة السابقة، والإكس يو صورتها ما تغيرت. الآن الإكس آر بدك تجمع النص زائد واحد تقسيم اثنين بيطلع 75%، لأن بعوض صورتها بالطريقة اللي حكيناها بالآلة الحاسبة. بس كالكوليت تحط الرقم كون أنت مدخل المعادلة بيطلع الجواب، فهذا الجواب هو صورة الإكس آر. الآن قبل ما أنتقل للبعدد أحسب إبسلون إي. إبسلون إي كيف أعمل؟ بطرح 75% لنيو. طبعا أنا بهمني إكس آر، لاحظوا هذا العمود اللي أنا حاطه باللون الأحمر هو اللي بعطيني الروت. فالآن 75% ناقص نص تقسيم 75% ضرب 100% بيطلع تقريبا 33.3. هل هو أقل من إبسلون إس اللي حددناها قبل شوي بخمسة بالمية؟ نرجعها، حددنا إبسلون إس 5%. هل هذا الرقم أقل من 5%؟ هو ليس أقل من ذلك، معناته بدي أستمر. لأن نرجع لإف الإكس آر، صورتها موجبة ولا سالبة؟ لاحظوا إنها موجبة، معناته الإكس آر بدها تروح محل اللي صورتها موجبة من إكس إل ولا إكس يو. الإكس يو هي اللي صورتها موجبة، فمعناته إكس آر في الخطوة التالية في الإتريشن الثالث راح تكون محل إكس اليو، والإكس إل تبقى كما هي نص. يعني صورة النص زي ما تغيرت، صورة الإكس يو اللي كانت إكس آر قبل شوي هاي صورتها نفسها. الآن عشان أجيب إكس آر بجمع 55 زائد 75%، تخيل هاي 50 وهاي 75، 125 على 2، بإمكانك تحسب النتيجة كم؟ واحد بوينت، جوابها على 2.625، فهي قيمة الروت في الإتريشن الثالث. الآن نحسب عشان نعرف نتوقف ولا نكمل. ممكن أحسب هاي بالأول، الإكس إل آر نيو ناقص الإكس آر القديمة على إكس آر نيو وأضرب في 100%، طلع معنا 20%، ليس أقل من إبسلون إس. الآن بنأخذ صورة هذا العدد عشان بدي أجيب الإتريشن البعد، بيطلع هذا المقدار. المهم موجب ولا سالب؟ موجب. موجب زي مين؟ صورة مين من هدول؟ صورة الإكس يو، معناته هذه الإكس آر ستحل محل الإكس يو، والإكس إل تبقى كما هي. الآن صورة الإكس إل ظلت صورة الإكس يو اللي طلعناها بالخطوة السابقة. الآن الإكس آر هي مجموع إكس إل إكس يو على 2 معدلهم الحسابي، بيطلع هذا الرقم اللي هي 0.5625. الآن حسبنا الإبسلون إيه طلعت 11.1%، ليست أقل من 5%. فبدنا نكمل، فبنحسب صورة هذا، صورته طلعت موجبة. إذا صورته موجبة معناته الإكس آر بدها تروح محل اللي كانت صورته موجبة من إكس إل وإكس يو، اللي صورته موجبة في هاي الخطوة هو إكس يو. فإذا الإكس آر هاي ستحل محل إكس يو، والنص تبقى كما هي اللي هي إكس إل. الإكس إل صورتها بقيت، الإكس يو صارت صورتها 0.007، لأن إكس آر بدك تجيبها مجموع إكس إل زائد إكس يو على 2 بيطلع هذا الرقم. وبهذه الطريقة تستمروا كملوا الجدول لحتى توصل انه الترو روت امتى بحصل عليه، او يعني الابروكسيميشن، ليس الترو روت، الابروكسيميشن المطلوب الان هو لما نحصل انه الابسلون اي بالمية اقل من ابسلون اس، بنعمل ستوب، وبكون الخانة هذه العمود هذا المقابل لهذه القيمة اللي تحققت هو الحل، فهذا الرقم بيكون هو الروت. زي هون مثلا لو كانت هاي أقل، معناته الروت بيكون تقريبا يساوي 0.53125. فبدي منكم تكملوها حتى توصلوا للإرور، لتحقيق الإرور المطلوب، يعني إبسلون إيه تكون أقل. سؤال آخر، by using bisection method to find or using the bisection method to find the root of the equation x squared
minus 2 تساوي 0 في الفترة 1 2 find the least number of iterations بدي أقل عدد من الiterations in order the true error doesn't exceed the tolerance epsilon يساوي 1%. يعني فقط طالب السؤال كم iteration على الأقل لازم أعمل حتى أوصل لهذا التوليرانس، يعني حتى الترو ايرور لا يتعدى هذه القيمة. نرجع للقانون اللي وصلنا له قبل شوي، اللي استنتجناه قبل شوي، اللي هو بعطينا n لازم تكون أكبر أو تساوي، إذا بتتذكروا لين b ناقص a ناقص لين epsilon على point على لين 2، أو حطينا log بصير. فإن أكبر أو تساوي لين البي 2 ناقص 1 ناقص لين الإبسلون، الإبسلون عندي 1 من 1000 على لين 2. أنت ما عليك إلا تحسب هذا الرقم، بدنا نعوض بالآلة الحاسبة ونحسب الرقم. فبنحكي هذه لين الواحد صارت اللي هي صفر، يعني ناقص لين الواحد من 1000 ناقص لين 1 من 1000 point 0.001 هاي قيمة التوليرانس، وتحت نحط لين 2 لين 2 ونشوف الجواب شو بيطلع. الجواب بيطلع 9.96. فإن الإن اللي هي عدد الإتريشن بدنا إياه يكون أكبر أو يساوي العدد 0.9657 إلى آخره، لأن هذا العدد المهم إن بدها تكون عدد صحيح. فأول عدد صحيح يحقق المطلوب لازم تكون 10 أو أكثر، يعني بدي عدد صحيح يكون أكبر يا بيساوي هاي القيمة. لو طلع صحيح ممكن أخذه نفسه، بس بالغالب ما راح يكون عدد صحيح، فبنأخذ العدد الصحيح اللي أكبر منه. فإذا أقل عدد من الإتريشن راح يكون n the least number of iterations satisfies the required condition. يعني حتى نحقق الشرط اللي بدنا اياه بدها تكون ان على الاقل 10 او اكثر. فاعمل 10 iteration او اكثر اكيد راح يتحقق انه عدد السيجنيفيكانت في سوري التوليرانس، لو حسبنا الترو ايرور التوليرانس مش راح يتعدى، او الترو ايرور مش راح يتعدى قيمه التوليرانس، راح يكون اقل من التوليرانس او يساوي. فلهون شباب بننهي محاضرتنا، وهي هيك زي ما عملنا جمعنا الجزء اللي ارسلت لكم اياه وهذا الجزء تكمله، ويعطيكم العافيه.